بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. اتحاد الكرة تلقى عرض لإقامة مباراة ودية بين منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي مع نظيره الياباني خلال شهر أغسطس الجاري، ده في إطار الاستعداد لأولمبياد باريس 2024، وده في الوقت اللي بيكثف فيه اتحاد الكرة اتصالاته من أجل حسم المباريات الودية اللي هيخوضها منتخب مصر الأولمبي. نادي بيراميدز أعلن حصوله على خدمات المدافع الدولي محمود مرعي قادما من نادي فيوتشر، وده ضمن خطة التعاون المشترك لتعزيز العلاقات بين الناديين، بما يخدم مصلحة الكرة المصرية ويساهم في تطويرها وفق علاقة جيدة تجمع إدارة الناديين. نادي زد أعلن تعاقده مع التنزاني محسني مليمة لينضم لصفوف الفريق لمدة 5 سنوات في صفقة انتقال حر. فريق النصر السعودي توج بلقب النسخة الحالية من البطولة العربية، ده على حساب الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023. برايتون حقق فوز كبير على ضيف لوتون تاون بنتيجة 4-0 في اللقاء اللي جمع الفريقين امبارح على ملعب فالمور ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023-2024. فريق أرسنال فاز على نوتنغهام فورست بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب الإمارات، وده ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجديد 2023-2024. نادي بايرن ميونخ الألماني أعلن بشكل رسمي ضم الدوري الإنجليزي هاري كين قائد منتخب إنجلترا ولاعب توتنهام إلى صفوفه، ده للاستفادة من خدماته في المواسم الأربعة المقبلة. نادي توتنهام الإنجليزي عين نجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون قائدا جديدا للفريق بداية من الموسم الحالي 2023-2024، وده بعد رحيل نجم السابق هاري كين لبايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي الجاري. أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع عثمان ديمبلي جناح برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذكر بيان النادي الفرنسي أن عثمان انضم لباريس سان جيرمان قادما من برشلونة بعقد لمدة 5 سنوات. نادي رجاء المغربي أعلن بشكل رسمي التعاقد مع الدولي المصري عمرو وردة في صفقة انتقال حر قادما من أبولون ليمسول القبرصي. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمنا ومصطفى علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا.